بسم الله، خلينا نتعامل دلوقتي مع الانوتيشن. نحاول نحط تاج على الاكيوبمنت، هقول له هنا من هوم، هقول له اساين تاج، هقول له مثلا المكنه ديت عايز اعمل لها اساين تاج، فبيقول لي عايز تديها انا رقم، فبقول له مثلا الخامة دي 314، تمام. هقول له اساين، وهنا اختار اني تاج اني ستايل. كل واحد فيهم بيبقى فيها معلومات معينه، يعني دي مثلا بيبقى فيها معلومات بالتفصيل، دي بيبقى فيها اسم المكنه بس، وهكذا، تمام. بيقول عايز تحط تاج فين، هقول له مثلا حطه الناحيه دي. نفس الفكره برضو، اساين تاج، تمام، اساين، واجي مثلا على الفالف دوت، اساين تاج على الفالف ده، اساين تاج، واقول له اديله الرقم دوت اساين. حطيت كده التاج، اقول له اساين تاج مثلا على حاجه كنا عاملها سيلكت، وليكن مثلا المكنه ديت اساين تاج، واختار مثلا بامب انفو اساين، واحط المعلومات بالشكل دوت، تمام. طيب لو انا عايز احط دايمنشن، بلاقي الانوتيشن كل الدايمنشن اللي انا عايزه موجود هنا اهوت، تمام. مجرد ان اقرا من اي عنصر بيبدا يحط لي الدايمنشن، واختار هيبقى موجود فين. بيسهل عليا الموضوع الايه، الرسم بتاع الابعاد. طيب لو انا دلوقتي عايز احدد المكنه دي هينزل معاها انهي تاج وهينزل ازاي، باجي هنا من بروجكت مانجر، بقول له بروجكت سيت اب، بلاقي الاعدادات بتاعه المكنه، بدخل جواها واعدل التاج هيبقى شكله عامل ازاي. باجي هنا في البي اند اي دي دي دبليو جي سيتنج كلاس الاكيوبمنت، البمبات اهيت، بيقول ده التاج فورمات، ده الانوتيشن، هتختار اني واحد تيجي معاه. ممكن اضيف حاجه جديده او اعمل اديت للانوتيشن واعدل فيها زي ما انا عايز. وهنا التاج فورمات بختار انا واحد فيهم اللي شغال معايا، او ممكن اقول له لا انا مش عايز تاج فورمات خالص زي ما انا عايز. ابلاي، اوكي. طيب دلوقتي لو حد راسم لاين بالشكل دوت، خلينا ندوس اف 8 عشان يبقى خط مستقيم، اي شكل هو رسمه، تمام. وعايز الخط ده بعد ما اترسم خطوط اهيت، كل خط لوحده، عايز احوله لبايب، تمام. اعمل ايه؟ هعمل سيلكت على كله وادوس رايت كليك واقول له كونفرت تو بي اند اي دي اوبجكت. فعلى طول بيقول لي طب انت عايزه انهي نوع من انواع اللاين، او ممكن تحوله لكوبمنت، او ممكن تحوله للنوزل زي ما انت عايز. انا عايز احوله هنا اللاين، فاختار مثلا اللاين ده هو السكندري لاين سيجمنت، اوكي، تمام. فهو بيتحول زي ما انت شايف لمجموعة من البايب.